شوف رغم ان اخر ماتشين لبرشلونه كان قدام بنفيكا خساره بثلاثيه وبعدها قدام اتلتيكو مدريد خساره بثنائيه، بس بصراحه برشلونه كان وحشني ومشاهده برشلونه كانت وحشاني جدا. فانا جاي النهارده قدام فالنسيا وانا بايع دماغ الكومان، عايز تبدا باللي انت عايز تبدا بيه براحتك، حتى لو هتلعب 4 3 3 وهتلعب بسيرجيو روبرتو باك يمين وهتلعب بسيرجيو ديستا هاف انا بلاعها، انا ما عنديش مشكله خالص، اعمل كل اللي انت عايزه، واهم حاجه اتفرج على برشلونه 90 دقيقه سيئين جيدين، اهم حاجه اتفرج على برشلونه 90 دقيقه. انسو فاتي في الملعب يا مراحب، منفس في الملعب يا مراحب، جابي في الملعب الله اكبر عليك، بوسكيتس في الملعب حسبي الله ونعم الوكيل. الناحيه الثانيه موجود فرانكي دونج في الملعب الله اكبر عليك. هتقول لي ايه ده انت متحمل على بوسكيتس؟ اقول لك لا، ما بوسكيتس بتاعنا غير بوسكيتس بتاع المنتخب الاسباني، الموضوع مختلف تماما. هو بيجي هنا يشوف كومان تحس ان هو نفسه بتتسد في الكوره مش عايز العب لما بيشوف كومان. فاحنا جايين النهارده واحنا عندنا شويه ساحات غامره كده ان احنا نقعد نتفرج على برشلونه النهارده، اداء سيء، كسبنا اتغلبنا، احنا جايين نتفرج على برشلونه النهارده. وبنبدا بقى واحنا قاعدين نقول اداء سيء مش سيء، الخساره مش مهمه، لحد ما بنلبس الهدف الاول عن طريق جايه اللي هو لا 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 سيبك من الكلام، الخساره مش مهمه والكلام الحلو ده، انا جاي عشان اكسب، انا لازم اكسب النهارده، انا لازم اكسب فالنسيا علشان خاطر اوصل ل 15 نقطه عشان خاطر اخش الماتش الجاي بتاع دينامو كييف في دوري ابطال اوروبا وانا عندي شويه حماس. سيبك من الكلام الحلو اللي فيه شويه رومانسيه ده، لا يا باشا احنا جايين عشان نكسب يا باشا النهارده، فمحتاجين بقى معلش يعني ان احنا نفوق كده مع بعض، نفوق كده مع بعض ونحاول ان احنا نرجع في النتيجه. وبسم الله ما شاء الله، يعني في عز ما انا بقى قاعد اقول ان احنا ان شاء الله نرجع في النتيجه وبرشلونه ممكن تكون قادره ان هي ترجع، وسيرجيو روبرتو لسه تايه قدام وسيرجيو روبرتو تايه ورا، وبيكي بيلوش وايريك جارسيا بيلوش والناحيه الثانيه جوردي البا بيلوش كالعاده، يعني اربعه خط دفاع تحس اللي هو تحس يعني ده مش خط دفاع نلبس بقى على دوري زي ما كان بيقول، ده خط دفاع نلبس بقى على الهبوط يا باشا. قدامه بوسكيتس، اتفقنا ان بوسكيتس بتاعنا غير بوسكيتس بتاع المنتخب الاسباني. بدري او جافي او فرانك ديوم خط نص عالمي، خط الهجوم بتاعنا بعد عوده انسو وعوده كوتينيو وعوده كمان عثمان ديمبلي ده نائب رجع وعوده اجويرو هنكون خط هجوم نوعا ما جيد، يعني احنا عندنا خط نص جيد، عندنا خط هجوم جيد، بسم الله ما شاء الله، خط النص والهجوم يسمح لك انك تنافس على الليجا، خط الدفاع تنافس على ان انت حد يضربك بالجزمه. بعد ما لبسنا الهدف الاول الهدف خلاص المباراه هديت وخلاص قربنا ننام وهنشد اللحاف ومفيش اي حاجه بتقول ان احنا ممكن نرجع، لحد ما لقينا ولدنا انسو بيسجل هدف التعادل، بياخد الكره يباص لمنفس، منفس بيديها له، التو بيديها، حسيت ان في لحس سفيان رحيمي، هدف سفيان رحيمي في الامارات الاماراتي، بس هدف ولدنا انسو غالي خصوصا ان احنا عاطينه رقم 10، ده رقم الغالي يا باشا، رونالدينيو بعديه ميسي بعديه انسو، فانت اسطورتنا اللي جاي، احنا مش لبسناك 10 يا باشا، يبقى انت الاسطوره بتاعتنا، خلاص بن عنبوس التخين، انت الاسطوره بتاعتنا ولازم تشيلنا يا باشا، انت الامل في العيون، حتى لو لسه راجع من الاصابه من سنه انت برضه الامل في العيون، احنا يعني خلاص يابا ركزنا مع انت الامل في العيون بالصلاه على النبي، ولازم تكون الامل في... ولازم تسد بقى. والولد سجل هدف الاول وبسم الله ما شاء الله كده نمنا شويه، رجعنا نشد اللحاف تاني وقدرنا ان احنا نحصل على ضربه جزاء في نهايه الشوط الاول، قدر يسجلها منفس دبي، خلاص بقى نشد اللحاف وننام في الشوط الثاني براحه ونعمل اللي احنا عايزينه ونستنى تبديلات العبقريه من سيف كومان. كومان قال لك انسوا انت تعبت صح، انزل كوتينيو. برافو، حلو ده، حلو التغيير ده، حلو كويس. كوتينيو على فكره محتاج وقت، وكوتينيو ممكن يرجع لفورمته مع ليفربول، ودي حاجه بنتمناها بس ما نتوقعهاش، لان التمني حلو بس التوقع حاجه صعبه، لان انت محتاج تديله وقت طويل، والوقت ده لو ما سجلش فيه اعتقد ان هو هيصفر عليه وهيبقى وضعه سيء جدا زي وضع سيرجيو روبرتو حاليا، بس اتمنى ان هو ياخد فرصه بصراحه، يعني غير ان هو سجل هدف في نهايه المباراه بتمنى ان هو ياخد فرصه. نزل نيكو مكان جافي اللي كان هو وفرانك ديونج عندهم شويه مشاكل النهارده، وطبعا بوسكيتس عنده كده كده مشاكل في الماتشات بتاعتنا على طول، فرص الملعب بتاعنا كان بائس، وخط الهجوم النهارده كانوا بيحاولوا على قد ما يقدروا، وخط الدفاع كان بيحاول ان هو يلبسنا في الحيط، والحمد لله رب العالمين عدينا على خير وقدرنا ان احنا نطلع كسبانين النهارده. اوسكار من جيزا نزله مكان سيرجيو روبرتو، روبرتو الجمهور خلاص يعني اتخانق منه واحنا كنا مخنوقين منه ما عدا لابورتو هو الوحيد اللي مقتنع ان هو لازم يجدد مش عارف ليه. علشان خاطر نكسب وانزل اجويرو في اخر ثلاث دقايق مكان سيرجيو ديستا عشان خاطر ديستا ياخد في حياه الجمهور واجويرو نعرف ولابس كام معانا في الفرقه، والحمد لله رب العالمين عدت على خير وقدرنا ان احنا نكسب النهارده، وان شاء الله باذن الله ربنا ينفخ في صورتنا ونكسب الماتش الجاي قدام دينامو كييف علشان خاطر يكون لنا امل في المجموعه لصعود لدوري للدور القادم مش للنزول لاوروبا ليج، علشان خاطر ما نصنعش حاجه جديده لبرشلونه. هل انا متفائل بان الفرقه ممكن تكسب ريال مدريد؟ والله دي نكره ودي نكره ثانيه خالص، لحد ما نوصل ماتش ريال مدريد يحلها ربنا، وتكون عملت لايك او عملت سبسكرايب علشان نعرف هنوصل مع بعض ولا هوصل انا لوحدي.